خلينا نبدأ بالتعارف. وحضرتك لو حبيت تقدم نفسك للمشاهدين والمتابعين تقول لهم من هو المهندس حازم عمر. حازم عمر هو مواطن مصري يعشق وطنه، يؤمن بالخبرات والكفاءات، يحلل جيدا، يدرس التجارب ويستلهم الدروس المستفادة، ويعمل كثيرا ويتكلم قليلا. تمام. طيب خلينا نبدأ بالحزب. وحضرتك مؤسس الحزب، وهو حزب يتم تعريفه ان هو حزب يسار الوسط. مظبوط. يعني ايه يسار الوسط؟ يسار الوسط معناها ان هو حزب ليبرالي اجتماعي، معناها ان هو بيؤمن في برامجه بدور محدد للدولة لحماية الطبقات الضعيفة. ده الجزء اللي هو بيسمى بيسار الوسط. الدولة عليها دور، نؤمن بالقطاع الخاص، ودور القطاع الخاص في التنمية هو قاطرة التنمية، ولكن في دور معين للدولة لابد أن تتدخل لكي تحمي الطبقات الضعيفة. طب ما كل دول العالم بتتدخل لحماية الطبقات الضعيفة، سواء بشبكات من الضمان الاجتماعي أو غيره. هل حضرتك بتتكلم عن ده، ولا حضرتك بتتكلم عن حاجة أكتر من كده؟ لا، حاجات كتيرة أكتر من كده بكتير. زي يعني كمثال بنتكلم على الرعاية الصحية، بنتكلم على التعليم. يعني هناك أدوار بيكون هي مساحة، يعني اليمين هو اليمين الرأسمالي، واليسار درجات، يبدأ من يسار الوسط، يسار الوسط، ثم الاشتراكية، ثم الشيوعية وهي أقصى اليسار، اللي هي الدولة تمتلك كل شيء وجميع المواطنين موظفين لدى الدولة، والدولة تهيمن على كافة مقدرات الدولة. احنا مش اشتراكيين ولا احنا شيوعيين، احنا حزب وسطي، معناه ان هو يجمع ما بين دور الدولة ودور القطاع الخاص ودور المواطنين. ولكن في مجتمعات ده مش ايديولوجيتنا احنا، دي رؤيتنا لطبيعة المجتمع المصري بمعايير محددة، زي نسبة الفقر، نسبة البطالة، متوسط دخل الفرد، دي كلها معايير بتحدد ان احنا نختار البرامج بتاعتنا لكي التي نظن انها الامثل والانسب للمجتمع المصري بخصوصيته.